السلام عليكم أعزائي المتابعين، مرحبا بكم من جديد في قناتنا التعليمية المدرسة للجميع. صفحة 108، الدرس 27، الأعداد العشرية، الجزء الثالث، الجمع. دابا عندنا الأعداد العشرية، عندنا الجمع. اكتشفوا ولاحظوا الرسم جيدا، اكتبوا طول قامتي سعادة بكتابة جمعية. إذا قامة سعاد عبارة عن عدد عشري كما كتلاحظوا، لاحظ جيدا هنايا. إذا كتابة عشرية شحال فيها؟ عندنا واحد متر زائد 0.2 زائد 0.05. إذا هذه هي الكتابة الصحيحة ديال طول ديال سعاد. إذا سعاد تقول أصبح طولي يساوي طولك. الأستاذة يعني سعاد قالت الأستاذة ديالها راه الطول ديالي ولا كيساوي الطول ديالك، الأستاذة كتشوف فيها. إذا هل لسعاد والأستاذة شو الطول نفسه؟ لا. علاش؟ لأن سعاد عنده 1.25 متر، مركبش فوق واحد الكرسي اللي فيه 0.48 متر، باش ولاش قالت الأستاذة. إذا هل لسعاد والأستاذة شي الطول نفسه؟ واش سعاد والأستاذة الطول نفسه؟ لا. نعم، درنا علامة على لا، لأن لا هو الجواب الصحيح. نعم راه خاطئ. احسب طول قامة الأستاذة. إذا الأستاذة نحسب القامة ديالها، لذلك غادي ناخد ورقة الوساخ نقوم بعملية الجمع ديالنا هنايا ونتأكدو ونشوفو شحال طول ديال الأستاذة. إذا أنا هيأت ورقة الوساخ اللي هنشتغل عليها. إذا عندنا 1.25 زائد 0.48، هذا طول سعاد هذا الكرسي. إذا هذا هو الكرسي، باش غادي نزيدو الطول ديال سعاد على الكرسي تعطينا الطول ديال الأستاذة. إذا 5 زائد تساوي، إذا عندنا 5 زائد 8 هي 13. إذا ما كناش كتبو 13، كتبو 3. 3 احتفظ بالواحد. نعم، إذا 1 زائد 2، 1 زائد 2 3، يعني 1 هنا و2 3 زائد 4 7، إذا هي 73. فاصلة من الفاصلة نحطو هنايا، إذا هنايا 1. إذا الطول ديال الأستاذة هو كيف ما كتلاحظو هو 1.73، يعني متر و 73 سنتيمتر. طول قامة الأستاذة هو 1.25 زائد 0.48 تساوي 1.73. إذا هذا هو الطول ديال الأستاذة، هو 1.73 ماذا؟ متر. صافي اتفقنا؟ إذا قبيلة تكتب 1.73 سنتيمتر، 1.73 سنتيمتر. إذا 1.73 متر، إذا 1.73، إذا 1.73 سنتيمتر. ندوزو للتمرين، يعني نحاول نطبقوا هادشي هنا. المهم هنا درنا كتابة كسرية صحيحة. علاش كيف صحيحة؟ لأن الفاصلة تحت الفاصلة، العشرات تحت العشرات، أجزاء 100 تحت أجزاء 100، أجزاء 1000 تحت أجزاء 1000. دابا حنا مالينا غير نحسبو، جوج زائد 8 10، هذا 0، 10 في ضرب 1، 1 زائد 3 4، 4 زائد 7 11. إذا أضعوا الواحد وأحتفظوا هنا بالواحد. إذا 1 زائد 7 8، 8 زائد 0 8، وما نساوش نبطو الفاصيلة، خصنا ضروري نبطوها. 4 زائد 3 4، إذا كتساوي 48.10. تفهمنا؟ هذه الطريقة، كدير فصيلة تحت فصيلة، العشرات تحت العشرات. نبداو من العدد، نبداو من الجزء الصحيح. العشرات تحت العشرات، الوحدات تحت الوحدات، الفصيلة تحت الفصيلة، أجزاء أعشار تحت الأعشار، أجزاء 100 تحت أجزاء 100، أجزاء 1000 تحت أجزاء 1000. هنا ما عندناش أجزاء 1000، عندنا غير أجزاء 100 والأعشار. إذا نجيو لهاد العمليات، 8 زائد 7، 8 زائد، إذا نكملو على العملية ديالنا. 823.28 زائد 16.17، إذا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات يعني مكاينش هنايا صفر، لأن الأعشار هنا أجزاء المئة. إذا نكملو، 8 زائد 7 15، إذا سوف نكتبو الخمسة ونحتفظو بالواحد. إذا 2 زائد 1 3 و1 4، فاصلة
ثلاثة زائد ستة تسعد، جوج زائد واحد ثلاثة، واحد زائد لا شيء واحد، إذا كتجينا 139.45. نعم، نمروا العملية رقم ثلاثة، 2.852 زائد 0.260. إذا دائما الفصيلة تحت الفصيلة، والعشرات تحت العشرات، الوحدات تحت الوحدات، المئات كل عدد تحت عدد. ملي كدير الفصيلة تحت الفصيلة صافي الأعداد كترتبوا راسهم. صفر زائد جوج جوج، خمسة زائد ستة 11، أضعوا الواحد واحتفظوا بالواحد، تمنية زائد جوج 10، وواحد 11. إذا واحد، إذا هنا غنتشغلو غنكتبو واحد هنا، إذا واحد زائد جوج ثلاثة، والفصيلة كنكتبوها. إذا 2.852 زائد 0.260 كتعطينا 3.112. العملية الثالثة، إذا هنا غادي نكتبو خمسة زائد تمنية، شحال كتساوي لينا؟ كتساوي لينا 13. إذا غادي نكتبو ثلاثة ونحتفظو بالواحد. نعم الأصدقاء، إذا كيجيو هنا واحد زائد صفر واحد، وواحد زائد سبعة هي تمنية. إذا كنديرو الفاصلة ديالنا هنايا، هنا كنجيو عاوتاني شنو كنديرو؟ كنديرو أربعة زائد صفر هي أربعة، تمنية زائد لا شيء هي تمنية، إذا هي 84.83. الإنتقال إلى السؤال رقم ثلاثة، أضع وأنجز ما يلي. إذا نوضع العمليات واحد جوج ثلاثة أربعة، ونوضعهم ونديرهم إنجاز. نبداو هاد العملية هادي، 26.32، فاصلة تحت الفاصلة 8.5، 5.8 تساوي جوج زائد لا شيء جوج، ثلاثة زائد تمنية، ثلاثة زائد تمنية 11، أضعوا الواحد واحتفظوا بالواحد. إذا ستة زائد خمسة 11، وواحد هي 12. الفاصلة كنكتبو جوج احتفظوا بالواحد، إذا واحد زائد جوج ثلاثة، إذا كنجيو هنا وكنكتبو ثلاثة، إذا كتساوي لنا 32.12، 32.12. إذا العملية الثانية اللي هي 23.5، 23.5 زائد 8.342. ديما فاصلة تحت فاصلة وعدد كبير فوق، صفر زائد جوج جوج، صفر زائد ربعة أربعة، خمسة زائد ثلاثة 8.8 زائد جوج زائد ثلاثة 11، واحد واحد هنا، واحد زائد جوج ثلاثة، إذا هي 31.842. نزول العملية دي 42.007 زائد 6.09، 6.09 تساوي هادي مازال ما وصلناش، حنا نديرو تما وصلنا ديك تساوي. إذا قلنا 7 زائد لا شيء 7، 0 زائد 9 0 زائد 0 0، الفاصلة 6 زائد 2 8، 4 زائد لا شيء 4، إذا كتساوي لينا 48.097، 48.097. إذا ندوزو العملية الثالثة، إذا هنا عندنا ثلاثة الكسور، إذا أو ثلاثة الأعداد، نحاولو نحسبو هادي، غنزيدو عليها هادي أو زائد هادي، أو نحسبوهم ثلاثة ماشي مشكل، نحسبوهم ثلاثة، 187، 5.732، 3.05 كيف ما لاحظتو، 187. إذا كيف ما قلنا بأن الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، غنبداو من هنا، جوج زائد لا شيء جوج، ثلاثة زائد خمسة 8، سبعة زائد لا شيء سبعة، الفاصلة كتهبط، خمسة زائد ثلاثة 8، 8 زائد سبعة 15، إذا نضعو الخمسة واحتفظو بالواحد. إذا واحد زائد تمنية تسعد، تسعد زائد لا شيء تسعد، إذا واحد واحد هنايا، إذا كتساوي لينا 195.782. كما لاحظتو هذه هي الجمع ديال الأعداد العشرية، مازال الضرب والقسمة حتى نشوفوه في الدروس الماجية إن شاء الله، أو في المستوى القادم إن شاء الله. إذا كنتم مع تمارين الصفحة 108 من كتاب الجيد في الرياضيات، المستوى الرابع ابتدائي، درس الأعداد العشرية الجمع. لنضرب لكم موعد من جديد على قناتنا، إلى اللقاء.